رمشات. عندك رمشات هذيك ليه؟ كان مشاهدي متبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجين بالجملة بمدينة الدار البيضاء. اليوم شوية الحمد لله الأثمنة بدات كترجع للعادي، يعني بدات كطيح شوية في الثمن، ودائما معنا سي الجرمومي اللي غادي يعطينا الأثمنة كيفاش أنها هبطت شي شوية، واش مازال غادي تهبط أو لا. السلام عليكم. السلام عليكم سي الجرمومي. أجي شوية لهادشي. صباح الخير، كي داير سيدي؟ لاباس الله يحفظك. تفضل، الناس راه كيتسناوك تعطيهم الأثمنة. ضروري إن شاء الله، هذا عمل وطني ضروري نقدمو لهم. تفضل. بصح نشكرك على كي جيت إن شاء الله تدير لهم اللوازم، الحمد لله تضبط معاهم وكتجي يوميا عندهم رمش. مرحبا. خويا بالنسبة للأثمنة اليوم كاينة 350 ريال اللي كاينة هنا. هنا. درهم ونص. شحال ياخذوا الناس؟ غادي ياخذوا 20 درهم. 20 درهم من عند مول الحانوت. كاين السرا موجود، السرا ماشي مكسرش. خير موجود. داخل الدجاج اليوم. اليوم كاين السنة موجودة. حيت اليوم الخميس كي نورمالمون كيدخل الدجاج بزاف ديال. كاين السنة دابا، كاين السنة. حيت ما تخدموش غدا الناس كياخذوا. هو دابا السوق ماشي كاين شي سلعة فائض ديال السلعة باش السابة يعرفوا شنو نقولوا لهم. دابا السابة كان كاين الكساد، كيف تقول الكساد دابا تيفوتر الشر تضر وقت الظهر. دابا ملي تيدخل تيجية كلهم في نهار واحد تيخسروا، نهار الآخر ما تيدخلوش. هذاك هو اللي الثمن تيرتفع. ملي تيخسروا ما تيدخلوش، يخاف يجي يدخل ثاني يخسر تيمنك. تيدخل دوك اللي تيدخلوا تيطلع السوق بزاف، هذا هو اللي كاين. أما بالنسبة للدجاج كاين الدجاج موجود، ولكن كاين الكساد دوك غادي قد قد مش شي حاجة شي ثمن اللي كاين. كاين لك قد الحال وصافي. السلعة هي السلعة، ماهيش شي سلعة اللي كثيرة ما كايناش. أما السلعة غادي قد قد على قد السوق على قد داكشي اللي قسم الله واحد. يعني الخير موجود. الخير موجود الحمد لله، ما كاينش حاجة اللي خاصة. هي أنه كاين شوية الكساد ومرة الكساد مرة النفاد، وغادي هذا هي الدنيا بحال هكا. الحمد لله دوز الشهر. هذا الدجاج رومي قلتي غادي يتباع هنا ب 350 وياخذوا الناس ب 400 ريال. باش غاديين ياخذوه. والكرواسي؟ ولكن الكرواسي الحمراء اليوم قليله، الكرواسي الحمراء اليوم دايره 180 ريال. 180 ريال هذه العيانه ولا شنو؟ 180 نص نص، والماكسيات واحد 15 ريال. 180 ريال هنا. هنا. شحال ياخذوا الناس بالكيلو؟ هنا باش غادي ياخذوا هذيك ديال 9 دراهم، غادي ياخذوا ب 12 درهم. 12 درهم. اه وكاينه واحده دابا تطلع ب 15 درهم تيقولوا دابا. هنا هنا. هنا 12 هنا. اه. جوج فايجه ديال المكسيه، ولكن عاود غتطلع ب 14 درهم. لا بلاتي. بشحال 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 كاينه هنا ديك المكسيه؟ المكسيه تيقولوا 15 درهم، بالثمن بفمهم تيقولوا 15، ولكن اللي كتثبت هي 14 درهم اللي ثابته. ولكن 14 درهم واش هنا ولا عند مول؟ هنا هنا باش نقولوا هنا. وشحال ياخذوا الناس؟ ياخذوا 17 درهم، المكسيه 14 درهم. هذه السوبر ديال المكسيه فجوج فايجات. هاك. هذه السوبر ديال المكسيه باش يفهموها الناس، زعما هذه ما عمرها دخلت. هذه كاين دخلت ديال امس واليوم. الدجاج الاخرى كاينه 9 درهم. ديك العريانه ديالها كاينه دايره 9. ونص نص دايره 12 درهم، اليوم كاين هذه الثمينه اللي كاينين اليوم. كاينه نص نص عريانه ب 9 درهم، وكاينه نص نص ب 12 درهم. وكاين المكسيه اللي معمر دخلت شحال هذا دخل ديال اليوم تبعت ب 15 درهم 14 درهم اليوم الدنيا ياخذوها ب 17 درهم هذيك المكسيه ونص نص غياخذوها ب 300 ريال و 9 درهم غياخذوها ب 12 درهم الرومي 350 ريال غياخذوها ب 20 درهم البيبي كاين 24 درهم 480 ريال البلدي داير 56 57 غياخذوها ب 65 درهم بالنسبه للاثمنه اللي كاينين اليوم هذه هي الاثمنه. الاثمنه اللي كاينه اليوم والحمد لله السلعه موجوده كل شيء كاين الحمد لله حتى ما خاصه. هو هذا الحوايج اللي تنهضروا عليهم كل انا حنا الاثمنه ونوصلوني باش حتى ندوك الناس ما يفوتوش الاثمنه ياخذوا بها الثمن، مش حنا نقول لهم شو ياخذوا الدجاج بثمن. هذه هي الاثمنه اللي كاينه وكاين الحمد لله موجوده كل شيء موجود ما كاينش حاجه اللي خاصه الحمد لله في بلادنا كل شيء كاين غير حنا خاصنا شويه الصبر وهذا الشيء غادي يدوز غادي يدوز هذا الشيء كل شيء غادي يدوز وغيكون الله ان شاء الله خير. اما بالنسبه لهذا الدجاج هو موجود الحمراء انا قليله وانا ديما هاد الشهر تكون لهم قليله هاد الشهر 11 وواحد وهذا تيكون السوق ديما الدجاج قليل الحمراء سمعتيني وبالنسبه للجوده بالجوده راه السوق السلعه موجوده الناس ما يتخلعوش
كاين المليح ياكلو انه داكشي سليم الحمد لله ما كاينش حاجه فيه دجاج مليح دجاج مليحه لا حمراء لا رومي لا بيبي كلشي مزيان. كاين الطبيب البيطري تيجي كل نهار، كاين المسؤولين الحمد لله تيجي كل نهار، كاين الامن عندنا يوميا ما كاينش حاجه شي مشكل اللي هذا اللي تيزم خطوره على المواطن ما عندناش الحمد لله. دابا الناس تخلعوا من ان الدجاج بدا كيطلع مؤخرا، واش نقدروا نتفائلوا بان غادي يبدا يهبط عاوتاني؟ لا ما غاديش يهبط. علاش؟ نقول لك علاش؟ حيت شي اشاعات تيطلقوها ديال الكذوب كاذبه وتيهضروا وتيتجرؤوا وتيقول لك انا طبيب وتنقول الاثمنه وغيدخل الدجاج من برا وغيدخل اللحم من برا وغتدخل ديك من برا. غادي يدخل اللحم من برا والدجاج من برا هذا غير كلام. تيهرسين دابا البسامه ما تيبقاوش يقدروا يدخلوا الدجاج تيتخلعوا وهي ما كاينه حتى حاجه من هاد الهضره هذه غير هضره كذوب شفويه. تيقول لك انا طبيب هذا الطبيب كان طبيب ما يقدرش يكذب يخاف على راسو. حتى قال شي كلمه ديال الكذوب راه غيمشي عليها الحبس غيتعتقل عليها حيت هذيك الكلمه تقولها ما كايناش وتنظر كاين واحد الكلام كاذب في المغرب وانه حنا ملي تقول شي حاجه وتطلع التليفون تيسموك راه تيشوف العالم كله ما تيشوفوش واحد وحنا ما نعطيوش واحد الصمت ديال الكذوب لبلادنا. حنا نقدر نقولوا شي كلمه اللي كاينه كاينه ما كايناش ما كايناش هذا هو علاش غنهضروا حنا. انا بالنسبه لهذا الشيء اللي تيقولوا بالنسبه للعلف انا الحمد لله موجود العلف كاين ولكن كاين واحد المشكل كاينوا في الدجاجه انا الدجاجه ما تدولتش بزاف هذا هو اللي كاين انا الدجاجه ما تدولتش. وعلاش الدجاجه ما بقاش كتولد بزاف؟ دابا هي دابا الدجاجه ما تتخرجش بزاف كاين واحد المشكل في الفروج ماشي مشكل هنا كاين المشكل الفروج قليل ماشي في الدجاجه. الدجاجه تعطي البيض ولكن الفروج واش ما تسودوش واحد الناس سميتو السابه يسودوا واحد العدد كبير ديال الفروج باش الثمن يطيح. هو اصلا ما كاينش هو اصلا ما كاينوش واخا يستوردوا دوك الناس كان عندهم الشركه ديال الصوليون وهذا وهذا في كل الدول قال يصدروا للمغرب ما كاينش عندهم هما عندهم مشكل عندهم هما مش عندنا حنا. اما الحمد لله حنا عندنا داكشي الحمد لله عندنا امور سالمه ما عندناش مشكل في بلادنا ولكن الناس عندهم داك المشكل عندهم في الفروج اللي على سالمه سير شرموميه راه الثمن طاح هي اللي تدخل هي الدجاجه رجعت ل 15 درهم ولا 14 درهم الكيلو ولا 10 درهم دابا بالنسبه لا ولكن هذاك الدجاج الحمراء اللي وصلت هذاك هذوك الشي ناس ما كنهضروش على الحمراء البيضاء والحمراء وكل شيء الحمراء ولا البيضاء والبيضاء هذا هو العبد المذنب اللي مخليها طالعه هذا هو العبد المذنب اللي مخليها طالعه ومش انا طالع انه من حقه. وعلاش؟ علاش ما تنبغوش حنا نطيحوا السوق بزاف باش ما نقدوش من الفيرموس هما اللي الفيرمات انا وراه واخا تيعيط ليا بيعشر انا وبيني وبينه انا ما يسمعش بيني وبين الله لا ضيعت مشتريات انا تعطي ثمن السوق ولا نفوت السوق. غادي باش نقول لك الواضح نقول لك دابا الناس غادي يحقدوا عليك الحجم انت اللي كطلع الثمن حقد لا ماشي طالع انا السوق انا طالع واحد الدجاجه هذاك الدجاجه مارادونا ما كاينش في الدار البيضاء باش الناس يعرفوا هذاك الشيء قليل فيها اللي تيتبعوا في الكازا ما تتبعوش كل نهار ما تتبعوا واحد طونه طونه ونص في الدار البيضاء كله. حنا ما تلحقوش باش نديروا شي ثمن نديروا جوج دراهم جوج دراهم ونص ونتقموا من مولين الشركات ويمشوا واحد النهار ما بقاوش لقاو الدجاج راه خاصك تلقى الدجاج بانه معقول ثمن معقول واحد الثمن اللي تكون تدخل واحد الدجاج ب 11 درهم 12 درهم تيدى المواطن ب 14 درهم يجي مثلا الدجاج ب 2 درهم ونص ونجيو نلوعوا حنا وهما باش يبقاو خدامين حنا نزيدوا على المواطن الحاجة لا ما نزيدوش على المواطن هذا قانون ديال السوق باش نزيدوا على المواطن حنا مع المواطن كون المواطن ما تشوفليش تبعنا هذه كون المواطن ما بنت الواحد علاش حنا نضربوا ديك المواطن باش ما يدرش انا حنا مهزين ضد وهزين العصا وضد السبان والمحمد ماشي مشكل ماشي مشكل حنا الكومونتير ضد الجمهور باش يكذبوا ماشي مشكل الشفار النصاب اللي باغي يتنصوا على المواطن هذوك حنا قلنا ما مشكل هما تيصابوا ما تستافدوا تنسولوا على الاذاعه باش يستافدوا منا ولا باش خطر راه ما شفاراج وحنا ما تخلصوا في دم المغاربه حنا ما نقدرش نضحك في بنادم حقا في شغل الفيسبوك رانا دخلت الدوش رانا دخلت هذاك الشيء انا ما تيهمنيش انا داك الشيء انا الحمد لله ماشي حاجه معقوله نقول لهم حاجه معقوله ما نديروهاش حنا خاصنا نديرو شي حاجه اللي كاينه ومعقوله اللي كتمشي البلاد واللي كتخلي الاقتصاد غادي ديال بلادنا. اما لكن حنا باغيين نبداو نكذبوا عليهم ونبداو نضحكوا فيهم راه نضحكوا عليهم هذيك الهضره حنا نقولوا شي هضره اللي كاينه وموجوده وكاينه حنا انه ديروا شي حوايج حنا باش نقول لك انا بالنسبه للاثمنه اللي طيحوها بزاف دابا الحمراء دابا شكون كيبيعوا فيها 30 ريال 40 ريال وتيصيفطوا ميساج كاذب من هنا والناس عارفينه كاذب كل ما عارفينه كيمشي كذوب والكسابه ديهرسوا فيهم ثم الحمراء اللي ولات تبيع دجاجه بدرهم درهم ونص واش هذا بالنسبه للاثمنه درهم ونص دجاج واش محشوش من جهه الله اللي نهرسوا على هذا مول الفيرما اللي غندقدقوا ونهرسوه راه هذو مالين الفيرما راه بس تبقاو واقفين حتى اليوم انا والبيض كنطيح ديال 25 فرنك 30 فرنك اللي كندير في الكوفيد 2019 2000 العدد ديال الناس كبير اللي تهرسوا ومشوا بحالاتهم هذو راه غبقاو طوالين العمر هذو غبقاو هذوك الناس اللي ضحاهم ساكن واللي كانوا مقشوشين والله طلقهم. اما بالنسبه للدجاج اللي كان البيض في الكوفيد 2019 اللي كان البيض 25 فرنك 30 فرنك 2019 2018 2020 2021 2022 راه حتى العام الاولاد العام الثاني بالبيت شويه حتى
ترقعوا واحد شويه حيخلصوا الدوين اللي عليهم. ولا تتصاوبش الدجاج تطلع بريال، الدجاج الحمراء راه تطلع لك 60 درهم، ماشي تطلع لي فابور، راه 60 درهم باش تطلع لي تحط البيض. فماشي نقول احنا وحنا نوضوا حنا نهرسوا القصابه وندقدقوهم ونهرسوهم ونقولوا لهم لا حنا الدجاج خاصو، حنا ما تقلبوش الدجاج بيطلع، حنا تنقولوا الاثمنه وتنوجهوا هاد لانه تحيه للمواليين الحمر كاملين ومواليين الغيظ اللي النضاليين اللي خدامين في صالح المواطن، واخا يتخلصوا واخا يربحوا الفلوس تيستحقوا، لان ما جد لك البيض اليوم وما جد لك اللحم اليوم وما جد لك كل شيء موجود اليوم، ودار السهر وانا مهدد بكل شيء، وكاين يطيحوا المشاكل على الدجاجه، كاين حوايج يهزوا مساكنه هما ما كاينش يعرفهم الا الله سبحانه، وتيضحي وتيوجهوا لنا المنتوج ونوضوا حنا اللي ما تنعشوش حتى واحد ما يقدرش يعشي، نوضوا ندقدقوهم ونهرسوهم ونصيفطوا واحد الفيديو كاذب على الناس، وراه تجي جوج دراهم وثلاثه دراهم وتسرهم ساكن تيدقدقوا فيهم، والحمراء ولا تتعب درهم في الفيرمات دراهم ونص جوج دراهم في الفيرمات، هذا مالي الفيرمات راه بس تبقاو حتى اليوم تنشوفوا الحمراء حنا بقاو في السوق، اما راه ما بقاش علاش ولات اليوم داخله سبعه، كنت تدخل في 20 فواياج 18 فواياج ولا تدخل في هذه 7 فواياج 6 فواياج. تيتي محمد قال لك الناس غاتقهرات اصاحبي بالاثمنه. كاين الاثمنه ولكن الله يفرج الحمد لله ان شاء الله دابا ما بقاش بزاف ان شاء الله شهر واحد شهر جوج غيبدا تبدل الاثمنه وغترجع للسوق. سي الحاج من شهر 6 وانت كتوعدهم كتقول لهم شهر 9 غيطيح. كان غادي يكون شهر 10 غيطيح. وكان غادي تجوز باش ما نقولوش الناس بانني انا معاك انا كنسولك. احنا ما تنكذبوش. اسم المواطن المغربي. راه من شهر 6 وانت كتقول لهم الدجاج غادي يطيح. غيطيح الرومي وراه كتخص نهار اللي جيتي عندها انت. راه كانت 28 درهم وكانت 29 درهم وكيتنصبوا عليهم وحنا جايين نتحاربوا معاهم وتنهبطوا فيهم تتقاددنا معاهم حنا دابا راه غادي الحاج ندير هاد الشيء راه تندير بحسن المواطن باش انه ذاك اما الكسبر تيهب ولا عصا باش تفهم مزيان الكسبر ثمن والله ما تيسلكوا باش تقول لك 19 درهم 16 ونص وما تيبيعوا في الفيرما 16 درهم الفيرما ما مسالكش علاش كاين شي حوايج غاليين كاين البوطه ما كايناش دابا كاين الثمن ضروري كاين السخان الضروري كاين حوايج ضروريين خاصو يكونوا في الفيرما دابا ضروري خاص يخدموا به وبالاخص الغاز دابا 100% والثمن واخا كان الناس بالاثمنه الشرمومي 16 درهم ونص الرومي اه الرومي 16 درهم ونص شحال عيتباع ياخذوه ب 20 درهم زيد الدجاجه الحمراء 14 درهم المكسيه جوج 14 درهم ياخذوها من عند مول الحانوت مول الحانوت والدجاجه الحمراء سوبر مكسيه لا بلاتي 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 14 درهم هنا ياخذوها من عند مول الحانوت ب 17 درهم 17 درهم العريانه 9 درهم غياخذوها ب 12 درهم اه ونصاصيه ب 12 درهم غتاخذ ياخذها ب 15 درهم بيبي والبيبي 24 درهم اللي بغيتش عندنا مرحبا به حنا نوقفوا مع هذه ياخذ السلعه البلدي السلعه موجوده البلدي كاينه 65 درهم 66 درهم 67 درهم هنا اه شحال ياخذوا 57 58 56 لا بلاتي عاود عاود 57 هنا اللي هنا شحال ياخذوا الناس؟ ياخذوا ب 65 درهم 65 درهم اه 1300 مارادونا المارادونا ما كايناش هذا تشوف حنا كايناش اليوم حنا نقول لهم الاثمنه اليوم وغادي نمشيو بحالاتنا حنا جينا خدامين في صالح الوطن وغادي نمشيو بحالنا اليوم اخويا حنا ما غنسيبوش باش نتعشي باش كل باش دوك الاعداء ديال السوق عندنا هنا باش يفرحوا حنا كملنا ما بقاش عندنا هادشي علاش جينا نقولهم كلمه اخيره الحاج سي جرمون بلاتي اخويا يكمل يكمل خويا تنطلبوا الله ينصر مالكنا ملك المغرب يحفظوا لنا الوطن الصحيح ديالو ونطلبوا الله يحفظوا لنا هذا تنطلبوا ومولاي الحسن الله ينصره ومولاي رشيد ولله خديجه الشريفين وجميع المغاربه وتنقول لمولاي الحمراء ردوا البال من الصابه ردوا البال من نصابه ومالي الرومي اللي تيمشي عبر في شي حاجه في الليل يرد البال ديالو حيت الاثمنه اللي تنشوفها في الفيرمو تنشوفها في السوق تنتخلعو تنسبعو ثمن في الفيرمو تنسبعو ثمن في السوق الله اعلم اش تيوقع المهم حنا تنقول للناس ردوا البال كلكم تسابه كامل ردوا البال وحنا معاكم في النضال حتى نهار الموت والدعم السلعه على ولد يجي يومين عندكم وراه والله ما تنحصروا والله ما تنجاملوا حنا راه ما عندنا ما يدار هو تا هو راه بعد تينعش وتيجي ادي هذا الواجب وطني والله يرحم لي الوالدين وجميع المغاربه حنا تنبغيكم وتنوصلكم يوما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام تابعوا معنا مشاهدينا الكرام من قلب سوق الدواجن بالجمله بمدينه الدار البيضاء هذه هي الاثمنه ديال الدجاج اليوم غادي تاخذوا الدجاج الرومي من عند مول الدجاج الدار البيضاء والنواحي ب 20 درهم الاثمنه الاخرى غادي تعرفوها هذا المباشر على قناه الشعب قناه شوف تي في شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه دمتم في رعايه الله السلام عليكم